أنا اختراعي هو سنادة رأس تتركب في السيارة بدل السنادة الكونفنشنال، تعمل أوتو أدجست لمكانها حسب تحركات السائق عشان تقيم من الإصابات اللي ممكن تنتج عن حوادث الخلفية. صحيح أنه في السيارات الحديثة النهاردة فيها هذه الفيتشر، بس أنا بعتبر أنه عثمان بيفت كل السيارات القديمة. لو انت بتقدر ان انت تمنع الويبلاش انجري شايفها مفيده طبيا كثير، مفيده جدا جدا جدا. طلع يا باشمهندس. عايش بقى ميسي روحوا. معظم الاشخاص اللي موجودين هون بيحكوا انه شبه ميسي. مضبوط على فكره، تعمل لي دعايه. بلعب زيه كمان. بلعب زيه يعني. تعال لف تعال تعال يلا بتحداكم. انسى ما في امل. 2-0 حكي حالك مشينا.